اتحرمتي من الأم وبفعل فاعل. آه دي حقيقة. مع سبق الإصرار والترصد. لا مش حتى الأقدار خدتها. الله يرحمه ده جدي. يعني مش هقدر أقول إن هو فعل فاعل يعني. كنت بحبه كمان. ما عنديش لوم له. بس هي كانت العقلية المصرية بتفكر كده. الحمد لله اللي هتتصدمي منه إن كل اللي حصل لي في حياتي ما سابش جوايا حاجة خالص. فضلت بحب جدي وفضلت بحب أمي جداً، ربنا يخليها لي يعني ما يحرمنيش منها. وفضلت بحب كل الصورة لأن أنا عذرت كل واحد عن اللي عمله. يعني عذرتي حد إن هو قال لك أمك ماتت؟ لا تسألوا الناس بل اسألوا الظروف. إحسان عبد القدوس ما غلطش لما قال لا تسألوا الناس بل اسألوا الظروف. كل واحد ظروفه هي اللي بتحكم عليه، تربيته وطريقة حياته بتحكم عليه إن هو يعمل كده ويبقى شايف إن ده الصح من وجهة نظره. ممكن تقولي لطفلة إن أمك توفت وهي عايشة وتحرميها منها؟ ده في الزمن اللي هو كان فيه كانت الست اللي بتتطلق يعني ماتت، ما كانش فيه طلاق. النهاردة لا طبعاً، لأن نسبة الطلاق بقت تقريباً أكبر من نسبة الجواز. فلا أقدر أظلم أمي ولا أقدر أظلم جدي. يعني كل واحد كان بيفكر بشكل مختلف عن التاني. إنما أنا بشوف إن هي ست قوية جداً وقدرت تعيش حياتها كلها ستيبل. يعني قدرت تعيش حياتها بطريقتها. قصدك بطريقتها. وإنتي عملتي زيها؟ طلعت الحقيقة. وابني كمان عامل زي. يعني أنا ما بحبش أحكم على الناس. أنا بحب إن كل واحد يعيش حياته راضي عنها، يعني عنده حالة رضا عن حياته. إذا أنا راضي عن حياتي هشوف كل الدنيا حلوة، مش هيفرق معايا حد. إنما لو أنا مش راضية هبقى قاعد عمال أقول إيه ده وإيه ده وأخاف أتكلم في وش الناس. لا، أنا اللي هتشوفيه دلوقتي هو اللي هتشوفيه بكرة، هو اللي هتشوفيه بعده، قدام كاميرا بره كاميرا. ما عنديش فاصلة في حياتي. اللحظة اللي عرفتي فيها إن والدتك عايشة وشفتيها كانت لحظة انقلاب درامي؟ لا، هو في حاجات كتير قوي عيطنا فيها بس ده انقلاب درامي بجد. دي كانت عياط بقى بفرح بحب بحالة. يعني الحالات دي بقى اللي بتسيب جواكي مشاعر مختلفة. يعني بتبقى عندك حالات مختلفة جواكي. يعني تقدري تحسي باللي محرومة من أمها، تقدري تحسي باللي شافت أمها، تقدري تحسي بكيان الناس البسيطة السهلة، تقدري تحسي بالوجع لأنك اتوجعتي فتقدري تحسي بيه. إنما ما تجيبيش حد ما عداش بتجارب وجعته ألمته فرحته إنه يبقى بيفرح بجد أو بيزعل بجد أو بيحس بالناس بجد. طعم الحياة بيجي من الحزن والفرح؟ طبعاً طبعاً. يعني الحياة عامة هي عبارة عن إيه؟ شوية أوجاع. إحنا هي دنيا جاية من الدنو، يعني بتوجعك أكتر ما بتفرحك. بس المهم إنك تستغلي الوجع بحالة حلوة، بإنك تطلعي منه بحاجة حلوة. تطلعي منه بحاجة حلوة بمشاعر كويسة. حبك للرقص الشرقي اصطدم بالصعيد وبأفكار الصعايدة. هو والدي كان متطور شوية لأنه عاش في إيطاليا كتير ودماغه كانت فاهمة. يعني هو سابني يدخل فرقة رضا وسابني كل حاجة. هو كان معترض. دماغه كانت فاهمة اختيارك؟ لا، للرقص الشعبي. الشعبي. يعني هو وافق جدا على فرقه رضا. وكنت في فرقه رضا، كنت بتمرن من وانا عيله صغيره عندي 9 سنين وما كانش معترض على ولا حاجه. انما لما جيت بقى عندي 15 كده ابتدى يعترض حتى على الفن الشعبي. قطعك سنتين، قطعته بعد سنتين، زعل منك. اولى جامعه وثانيه جامعه دول مقاطعه نهائيه لاني كنت خدت قراري خلاص. طلع لمامتك عايزه ده هعمل ده. انا عارفه ماما كانت واثقه فيا وعارفه انا هعمل ايه وهمشي ازاي وهتصرف ازاي. بابايا كان خايف عليا. يعني برضو انا خدتها من منطق ان هو مرعوب. ما هو الاختيار يا دينا. يعني انت دارسه انت اداب قسم فلسفه؟ اه.
وعملتي تقريبا دراسات عليا ولا لا؟ في فلسفه المسرح الروماني القديم، يعني انا قاعده دارسه كل المنطقه اللي انا قاعده فيها. يعني انت منطقه مدروسه، قاعده في منطقه مدروسه. انا قاعده في منطقتي.